اللي بيسامح في الدنيا أهبل؟ اللي بيسامح إنسان قوي عنده القدرة على المسامحة مش أهبل، عنده القدرة، بس لازم تكون المسامحة دي خالصة. بس أنتي لما تحبي إنسان أو شخص معين ويجرحك مين ما كان، حتى لو زوجك، دي مشاعر يا وفاء. إنسان عنده مشاعر، عنده أحاسيس، هو إيه سجل ريكورد فورورد بلاي، مش كده الدنيا. أنتي لما بتحبي بإخلاص وعايزة الإخلاص يتقابل بالنكران تزعلي، ما تقدريش تسامحي بقى خلاص. لا أنا مش عايز سامحك، أنا مبسوطة كده بحياتي، مبسوطة أوي.